السلام عليكم حبيبتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال. وانتم كتشاهدوا الوصفه ديال اليوم، اليوم غنشارك معكم شوربه او الحساء، وصفه طبيعيه 100% ما شاء الله، كتعالج لنا مشكل حمى شديده، الام في الراس، كذلك ضيق في التنفس، والناس كذلك اللي فقدوا حاسه الشم او حاسه التذوق، المشكل ديال البلغم كذلك كتقضي على هذه المشاكل تماما واطلاقا، وما شاء الله كتقوي لنا الجهاز المناعي ديالنا سواء النساء او رجال واطفال كذلك ممكن يستعملوا هاد الشوربه او هاد الحساء الطبيعي 100% بدون اي مكونات يعني كيميائيه او لا مكونات اللي هي ماشي طبيعيه، كله طبيعي واقتصادي في نفس الوقت، تحضروا في البيت ديالكم وان شاء الله الناس اللي بغاو الوقايه اللي هم الوليدات ديالهم يستعملوا كيف ما كنقولوا الوقايه خير من العلاج. داكشي علاش تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وفضلا وليس امرا ما تبخلوش على اختكم من لايكات لايكات ديالكم باش هذا الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس، ويوصل الناس اللي محتاجين هذه الوصفه هذه، والناس اللي مرض مساكن، واكيد لكم الاجر باذن الله. قبل ما نبداو الفيديو كيف ما العاده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، تنتم صلوا على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر ليا وليكم بحول الله. ودابا ان شاء الله غندوزو نيشان المكونات الوصفه وطريقه التحضير ديالها، تبعوا معايا الفيديو للاخر. بركه الله حبيبتي، غنبداو في مكونات الوصفه وطريقه التحضير ديالها. اول حاجه غادي تاخذوا جوج بصلات تكونوا حمرين، ضروري ما يكون البصل الاحمر، ما تستعملوش البصل الابيض لانه هذا البصل هذا غني جدا بالفيتامين بي وفيتامين سي كذلك، اللي كيعاوننا في مشكل ضيق في التنفس، الحمى، الام الراس كذلك. الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال البلغم كتقضيو عليه تماما واطلاقا بهذا المكون الاكثر من رائع، سبحان الله، مكون رباني ولكن عنده فوائد جدا عديده بالنسبه لمشاكل في ضيق التنفس او من جميع المشاكل اللي ذكرت لكم في الفيديو. صافي، غادي تاخذوا جوج بصلات بحال هكا وتنقيوهم مزيان مزيان من القشور ديالهم، واكيد تقطعوهم قطع صغيره او مربعات صغيره باش هكا يسهل علينا الطهي ديالها. وانكتي كتفرج في هذا الفيديو بالغرض ديال الشفاء ليك انت او بالغرض شفاء لشخص اخر، كنتمنى الشفاء العاجل يا ربي لجميع الناس اللي كيتفرجوا فيه دابا في الفيديو. فقط فضلا وليس امرا بلغوا بها اي مريض واي واحد محتاج هذه الوصفه هذه، صيفطوها ليه، لان صراحه فعلا فعلا وصفه ممتازه جدا جدا لهاد المشاكل هذو. لقدر الله تصابيتي من اي مشكل في هاد المشاكل هذو، غادي تاخذ هذه الوصفه بسرعه وغادي تحسوا من الاستعمال الاول او من النهار الاول ديالها بفرق جدا واضح ما شاء الله، كتقوي لكم الجهاز المناعي ديالكم وكتحسوا بالصحه ديالكم باش كترجع. انا غنكمل هذا البصل ديالي نقطعها بهذه الطريقه، هذه قطع صغيره، ونعاود على حبيباتي. اول حاجه غادي نديروا واحد شويه ديال الماء، المقدار تقريبا واحد نص ديال الكميله بحال هكا، تكون يعني واحد الاناء او واحد القدر اللي هو متوسط الحجم، وتعمروا واحد شويه بالماء. وغادي نضيف هنا داك البصل اللي قطعته، غنضيفوا لهذا الماء هذا. هاد الوصفه هذه ما شاء الله عرفتوا راه للكبار والصغار كذلك، اللي زوين فيها انك ممكن تشربيها او تناوليها يعني جميع مع جميع افراد العائله ديالك، الزوج ديالك، الام ديالك، الاب ديالك، الولد او البنت ديالك، وخا يكونوا في سن صغيره لانه حساء طبيعي وبالعكس كيقوي المناعه. الوصفه هذه من غير انها شفاء الحمد لله لضيق التنفس، البلغم، الام في الراس، الشقيقه، الحمى الشديده، كذلك الناس اللي بغاو يستعملوها كوقايه ليهم والوليدات ديالهم ممكن تستعملوها كوقايه. نوض اختي وجربيها دابا دابا، ديريها كحساء لوليداتك هكا في العشاء قبل ما ينعسوا وردي عليا اخبار. غادي نكمل معكم ان شاء الله باقي المكونات ديال هاد الوصفه. عندنا خمسه ديال الفصوص ديال الثوم الاحمر، استعملوا هاد الثوم هذا الاحمر وماشي داك الاصفر. الثوم الاحمر ما شاء الله غني جدا بماده الالي السين اللي هي مهمه جدا، مضاده للاكسده وكذلك مضاده للجراثيم والبكتيريا والفطريات. رائع جدا هذا المكون هذا لانه في هذه الماده اللي هي كتقوي لنا او كترفع لنا المناعه بواحد الشكل اللي هو قوي بزاف. راكم عارفين على الثوم ما شاء الله انه غني جدا بالفيتامينات وكذلك غني بفيتامين بي 6 وبي 12 ما شاء الله اللي هو مهم جدا للصحه ديالنا. صافي، انا هنا مع جوج الحبات ديال البصل، بغيتو تضاعفوا الكميه ضاعفوها على حسب افراد العائله. الا كنتو غتستعملوا بحال الوصفه اللي درت يعني بحال نفس المقادير اللي استعملت، غادي تاخذوا جوج بصلات وغتضيفوا معاهم خمسه ديال الفصوص ديال الثوم، غادي نقيهم كاملين من القشور ديالهم على هذا الشكل هذا. غادي تاخذوا هاد القطع ديال الثوم وتحاولوا تقطعوها كقطع اللي هي صغيره باش دغيا دغيا طيب معانا، وكذلك كتطلق لنا جميع الفوائد ديالها في الوصفه. فوالا بحال هكا نقطعها قطع اللي هي صغيره باش غادي نضيفها لهذاك البصل مع الماء ديالي. هنا الحنه ما ديوش عليها، راه صافي في الايام الاخيره ديالها كتقشر، داكشي علاش ولات بحال هكا. صافي
انا دابا غادي نمشي نضيفها لذاك الفاصوليا. غادي نضيف هذاك حبات ديال الثوم ديالي بعد ما قشرتهم وقطعتهم مزيان صافي. ونخلي فوق نار مهيله بعدا حتى شويه تغلى معايا هذه الوصفه هذه، ونكمل معاكم باقي المكونات. غادي نستعمل واحد شويه ديال الملح حسب الذوق وصافي، واحد شويه باش هكا نبنوا الوصفه ديالنا. نضيف واحد شويه من الكركم اولا من الخرقوم، غير واحد شويه تقريبا واحد المعلقه صغيره عامره من الكركم اولا من الخرقوم. من الاحسن يكون طبيعي وتكونوا طحنينو عليه تكون في الدار، باش هاد الوصفه هذه تعطيكم نتائج اللي هي سريعه بزاف ومن اول استعمال. كذلك غنغليو مع هاد الماء اللي فيه البصل، غنغليو معاه واحد جوج حبات من القرنفل، جوج حبات فقط لا غير، يعني ما تستعملوش كميه اللي هي كبيره اولا كثيره بزاف، فقط جوج حبات. ومن بعد ما غادي يطيب راه غنحيدوه. انتما غتشوفوا معايا ان شاء الله كل شيء مرحله بمرحله، علاش كنقول لكم تبعوا معايا الفيديو للاخير باش هكا ما كتفلتوا حتى شي حاجه، والوصفه كتجيب معكم نتيجه. معلقه صغيره من الابزار اولا من الفلفل الاسود. دابا حبيباتي غادي نضيف حبوب الهيل. حبوب الهيل ما شاء الله رائعه جدا لرفع المناعه، وكذلك كتقوي الجهاز المناعتي والجهاز التنفسي، كتخلي جميع مشاكل الجهاز التنفسي كنتخلصوا منهم تماما، وكذلك كتقضي على البلغم والزكام العطس الم في الراس الشقيقه الحمى الشديده. الناس اللي عندهم الفقدان ديال حاسه الشم وحاسه التذوق كذلك كترجع لكم حاسه الشم وحاسه التذوق. ممتازه واخا نعيا ما نشكر لكم فيها، ما غنوفيش حق هذا المكون هذا. الا لقيت شي صوره غنخليها لكم هنايا غير باش تشوفوها قبل ما تطحن. هنا كناخذو مطحونه اكيد، انا صراحه خديتها حبوب وشديتها وطحنتها في الدار. كيما كتعرفوني دائما كنطحن المكونات على يدي في الدار باش كنعرفهم انهم طبيعيين وممخلطين بحتى شي حاجه، وخصوصا بحال هاد الوصفات هادو اللي هما كيعالجوا لنا شي مشكل اولا كيعالجوا لنا شي مشكل في الصحه. من الاحسن تستعملوا داكشي طبيعي. دونك حبوب الهيل غتمشيو عند اي عطار تقول يعطيكم غير جوج دراهم فقط من حبوب الهيل راها كافيه. انا غناخذ غير واحد المعلقه صغيره عامره بحال هكا من حبوب الهيل مطحون، وغادي نخلطها مع هاد الوصفه ديالي ونخليها تندمج معاهم. اكيد هاد الحساء هذا كذلك فيه واحد المذاق زوين، الوداد ديالكم غيعجبهم بزاف هاد الحساء وغيوليو يتناولوه دائما بنين اولا لذيذ، ماشي داك الوصفه اللي هي خايبه في المذاق ديالها نهائيا. وكذلك غادي نضيف زيت الزيتون تقريبا واحد جوج معلقات حتى ثلاثه المعلقات من زيت الزيتون. انا استعملت هنا تقريبا واحد جوج معلقات ونص من زيت الزيتون، غير صغار جوج معلقات صغار صافي. وغادي نخلي دابا هاد الحساء ديالي كيندمج اولا كيتبخ مزيان مزيان مزيان. غنغطي الطنجره اكيد غادي نغطيها باش دغيا تنسجم معنا الوصفه. فوالا حبيباتي من بعد ما نضج لينا مزيان داك البصل مع داك الماء صافي كيبدا يغلى معك تغلى معكم الوصفه. حاولوا انكم تحيدوا هاد القرنفل هذا، جوج حبات من القرنفل هانتوما هي الاولى، ديك الحبه الثانيه من القرنفل حتى هي غادي نحيدها صافي. وهنا تقريبا راه الوصفه ديالي جاهزه، غندوزو باش نطحنوها ان شاء الله. حبيباتي بعد ما وجدت معنا الوصفه كتولي على هذا الشكل هذا. غادي نجيبو مولينكس اولا خلاط اولا هاشوار اولا اي حاجه فاش غنخلطو، اهم حاجه اننا نخلطو هاد اولا نطحنو هاد الوصفه ديالنا صافي. غندير الكميه اللي ممكن نطحنها. فوالا حبيباتي من بعد ما طحنت الشوربه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، كنقدموها اكيد وهي ساخنه باش هكا كتقضي لنا على جميع البكتيريا والفيروسات. والحاجه اللي هي كتكون سخونه راكم عارفين فيها افاده اكثر بالنسبه دواء البرد، وكذلك الناس اللي عندهم مشكل البلغم والناس اللي عندهم مشكل ديال الحمى الشديده دائما عطيهم شي حاجه اللي هي ساخنه بحال هكا. فوالا حبيباتي بالنسبه للوصفه ديالي ها هي جاهزه. غادي نضيف ليها واحد شويه من سكينجبير، راكم عارفين الفوائد ما شاء الله ديال سكينجبير، غير واحد المعلقه صغيره درت لها هكا من الفوق، نزيد واحد شويه فوالا فوالا صافي. غادي نضيف واحد شويه من القرفه كذلك، القرفه حتى هي ممتازه جدا هذه الوصفه، كتعطي واحد الطعم رائع جدا لهاد الشوربه هذه. غادي نستعمل واحد المعلقه كبيره فوالا بهذا الشكل هذا.
بالنسبه لطريقه الاستعمال هذه الوصفه غتناولوها يوميا هكا في الليل. اخر حاجه تناولوها في اليوم ديالكم هي هذا الحساء هذا، وتمشيو تنعسوا نيشان وتغطاو مزيان وتحاولوا انكم تدفاو مزيان مزيان، يعني كاخر وجبه تناولوها في اليوم ديالكم يكون هذا الحساء هذا، من بعد منه مباشره تمشيو تنعسوا. حبيباتي وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم، ونتلاقاو فيديو جاي بخير وعلى خير. بوسه كبيره لكم، باي باي.